يلا ابو علي بسم الله. تختار هذا موصل عليك في التواصل الاجتماعي والله. تاكد ورقه واحده. تعال تعال خلينا نقرا خلينا نقرا ثنتين ثنتين تعال تعال واحده والله. طيب اعطي الاستاذ خالد تعال نشوف لعلها تجيك بركته. اي خلينا نشوف لازم نقرا. ابو وليد عندك يلا. طبعا نقول لك الشخصيه. اي اي اكيد اكيد. مدرس، شخصيه مدرس ما يعرف يشرح. انا ما اعرف اشرح. اشتغل الورقه ما فيها شيء خلاص. مدرس ما يعرف يشرح. مو قال لي متوتر يا حسين. ها ما هو مش هيعمل حاجه. ها يعني دلوقتي هو مش هيعمل حاجه خالص. مدرس ما في صبوره. هو مش هيصرع دلوقتي ولا هيعمل حاجه خالص. هذيك السبوره. حسين لا تبدا لين اعطيك الاوكي. يلا خليه يقف 10 دقائق وما يمشي. معك دقيقتين اذا اعطيتك الدن. جاهزين يا شباب؟ شلون تقييم ابوك؟ على 25%. تفضل حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، نصلي ونسلم عليه أجمعين. درسنا اليوم بيكون عن البرايم. عن البرايم العرض الأخير. العرض الأخير أي. والعرض الأخير زي ما تعرفون يا طلاب، واحد بيودع ولكن ما نعرف من هو، وأظنه محسوبكم، ولكن الله يسهل اللي فيه الخير. فتاريخ اليوم، تاريخ اليوم السبت. خلاص تاريخ اليوم السبت. العنوان لحد. ها مش مهم السبت يوم ايه يعني؟ لا لا ما يهم. مش مهم. مو مهم. الدرس سكريبت و حد عنده سؤال؟ سكريبت ولا سكريبت؟ سكرو سكرو. صح عليك يا نزار. الله يخليك شكرا. الله يعطيك العافيه. دن بيض الله وجهي والله العظيم ماني تني بقى ذا كله. لك بيض الوجه خلاص شكرا. اعطونا تقييمكم على الورق فقط. على الورق كم يستحق من 25%؟ نعم.